تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل اللازانيا. نعمل لازانيا النهارده بطريقه بسيطه. خلي بالكم انا معايا شويه شوربه حلوين. الشوربه دي فاكرينها ولا افكركم وانا بوضب الفرخه وبروق عليها؟ اللي كان يطلع منها بحطها في ميه مغليه مع بصل مع كرفس مع توم مع بهارات، بعد شويه شوربه، كله من صنع ايديك يا امي. ربنا يخلينا ايديك ويبارك لنا فيك يا امي. ومعانا بشاميل. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ بتقول لو انا بعمل لازانيا، بعمل باستا، بعمل مكرونه بالبشاميل، يفضل ان البشاميل يكون خفيف. ليه يا عم الشيف؟ علشان المكرونه واللازانيا تستوي جوه صلصه البشاميل. انا مش هسلق اللازانيا في ميه مغليه، دي الف باء مطبخ وقصه فاشله. خلي بالك، تسلقيها هتتقطع منك وتتكسر منك وتفقدي جزء منها ومتطلعش بالشكل اللي انت عايزاه بعد ما ترصيها في الكاسرولة. خليها سليمه زي ما هي واتجابها كده من عند الراجل. نشوف المقادير ولا ايه يا شباب؟ اهو عايز امسك اللازانيا. طيب اللازانيا هنمسكها بايدينا كده ونبص عليها. اللازانيا بنشتريها موجوده عند البقال او في السوبر ماركت، انواع واشكال. انت تجيبي النوعيه الحلوه اللي زي دي كده، في منها الابيض وفي منها الاخضر. الاخضر واخد طعم السبانخ او الخضار بتاع الفلفل او لون اخضر مسموح به غذائيا دون تدخل في تفاصيل. سيبك منه، يعني هو بس شكل على الفاضي، بالطعم مش هتلاقيه يفرق كتير. فجيب البيضه الحلوه دي، بحبها ليه بقى؟ لانها لما بتشرب من السبانخ بتاخد طعم السبانخ، لما بتشرب من البولونيز صوص اللي هو اللحمه المفرومه بتاخد من طعم اللحمه المفرومه، لما تشرب من الفراخ اللي انا معصجها وعامل لازانيا بالفراخ بتاخد طعم الفراخ. انما لو جبت اللي هي ملونه دي، هي ثابته على لونها، فخلي بالك جيب البيضه احسن. زي ما هي موجوده معايا كده، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هنجيب الكسروله بتاعتنا اللي احنا هندخلها الفرن زي ما انت عايزه. انا معايا دي ودي، بس مخرجنا والكاميرا والعدسه تحب الازاز. ليه؟ عشان عشان ايه؟ عشان يبين الجمال والصوره الحلوه. انما لو هتعملها في البيت، للامانه عشان اكون صادق معاكي، في البيت هنا معكيش مخرج، معاكي مين؟ جوزك. اعملها في الفخار، بتبقى شخصيه اللازانيا في الفخار اقوى من الكسروله الازاز. شوف الصراحه والوضوح وصل لفين على الشاشه. معانا مين يا استاذه؟ يا مالك ازيك؟ الو الو يا مالك. ايه؟ عايز البس طريق البنات. استاذنك وطي التلفزيون يا مالك عشان اسمعك يا حبيب قلبي. حاضر. حبيب قلبي وحبيب والديك. ايوه انا عايز اعرف طريقه البانيه. طريقه البانيه؟ حاضر، عينيا الاثنين. احنا نعمل لك البانيه ونيجي بيه لغايه عندك يا شطور. انت في المدرسه يا مالك؟ خلاص راح مالك. انا دلوقتي هعمل ايه؟ حلو. هو اكيد مالك في طلع من المدرسه بدري، وطلع دلوقتي نعرف بخروجه الساعه 2. طيب تعالوا مع بعض نعمل السبانخ اللي احنا هنعمل بيها اللازانيا. هتحطها سليمه ولا نيه ولا هتعمل فيها يا عم الشيف؟ في طاسه على النار، انا هعملها على طريقتي، ليكي طريقه تانيه. واللي عنده وصفه تانيه لعمل اللازانيا بالسبانخ ما عنديش مانع ان هو يتصل دلوقتي ويقول لنا، نتعلم منه. انا ما زلت بتعلم من حضراتكم. اللي عنده وصفه لعمل اللازانيا بالسبانخ يشرفنا بالاتصال ويقول لنا تتعمل ازاي، لعل وعسى نتعلم منه. معايا بصل ومعايا توم ومعايا زبده ومعايا زيت زيتون. حلو قوي. بحط معلقتين من الزيت. معاهم مكعبين من الزبده. حلو قوي. ومعانا البصلايه الحلوه بتاعتنا. معانا الفص التوم. ونسيبهم على النار يتعرفوا على بعض. لغايه كده دلوقتي احنا فاهمين. ليه حطيت الزبده؟ هل ممكن نستغنى عنها؟ للامانه لا. لازانيا وباستا بيحبوا الزبده، يحبوا الكريمه. حلو، يحبوا الدسامه. هنقلب البصلايه الحلوه دي كده. لا الفراخ سيبها عايشه في الفرن. انا مظبط لها كل حاجه وظابط درجه حراره الفرن. يعني خلينا بعد 5 دقايق قبل ما نطلع الفاصل هفرجك عليها. البصلايه والتومه عشان اللي جاي متاخر، احنا عندنا صينيه فراخ في الفرن مشويه، هنشوفها مع بعض دلوقتي. ادلع البصله والتومه كده بتاعتي مع الزبده
مع البهارات بتاعتنا، اساسي فلفل اسود، شويه بابريكا حلوين، دي بريئه من الكمون الاكله دي، نحط شويه كزبره مش هتاخد كمون، السبانخ ما تحبش الكمون تحب الكزبره، تحب الكزبره الخضراء وتحب الكزبره الناشفه، نقلب كده اهو، بصلايه خدت لون وخدت طعم، معايا عيني، حاضر حاضر اه، بص عليها ودلعها، غزلها غزلها اه. هناخد الروزماري ده نسقطه كده هنا، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، فعلا يا مغازي الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى، حتى لو جوه النار جوه الفرن اه، شفتوا الكاميرا جوه الفرن بتجيب لكم الصوره، يا بختكم اه. بصلايه تومه روزماري بحمرهم في قليل من الزيت والزبده، بصلايه خدت طعم، الروزماري ريحه المطبخ بتاعتك بقت روزماري، معايا سبانخ لطيفه، السبانخ دي هنزل بيها زي ما هي كده مش هكسرها، انا عايزها كده اهي، شفتي اهي اهو زي ما هي اهي، الله تتاكل نيه بجد اه. سلطه السبانخ دي معروفه مع عين الجمل مع خل بلسمك يا ولي، زيت زيتون، عصرة ليمون، قلب البلسمك مع زيت الزيتون مع عصرة الليمون مع رشة فلفل، وحطهم على السبانخ دي بعد ما تقطعيها وهي نية، تاكلي صوابعك وراها، عد صوابعك وانت بتاكليها، السبانخ زي ما هي كده مش هقلبها، مش محتاجة تقليب خالص. هنعمل ايه؟ معانا الغطا ومعانا شوربة الفراخ اللي احنا محضرينها ومجهزينها اهي، شفت الشوربة الحلوة دي كده، باخد منها مغرفة وسقطها هنا، كمان مغرفة بسقطها هنا، وكمان واحدة بسقطها هنا واغطيها، هنتفرج عليها بعد شوية مش هنلاقي لها أثر، حلو الكلام؟ اه. ونحضر الكسرولة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، ونتكلم عن البشاميل بتاع اللازانيا. بشاميل اللازانيا بالذات لازم يكون خفيف وقوامه خفيف، نبص عليه اهو، ده عبارة عن حليب ونشا، ممكن حليب كامل الدسم او قليل الدسم زي ما انت عايزة، ونشا سوري ودقيق وزبدة وجوزة الطيب، حليب وزبدة وجوزة الطيب ودقيق، المقادير دي يا عم الشيف دولت بالظبط كده، 4 معالق من الدقيق معاهم 3 كوبايات من الحليب، بشرة جوزة الطيب اه زي الفل، ومكعبين من الزبدة لتحمير الدقيق، بنزل بالبهارات، فلفل، أنا مش بحب الفلفل الأبيض مع البشاميل، بينزع الطعم بتاعه، يعني إيه بينزع الطعم؟ يعني الطعم مش بستلطفه، بحب الفلفل الأسود عموما، مع إنه مش بيغير لون البشاميل، هو بيخليه باللون ده، بس أنا من هواة الفلفل الأسود، في ناس بتحب الفلفل الأبيض مع السي فود، أنا مش بحبه. آه. لما بحط أي توابل تانية مع الفلفل الأبيض بتضيع، شخصيتها بتنعدم. ادي الفلفل الاسود مع البشاميل بتاعنا اه. مخرجنا بيسال ما هي فوائد جوزة الطيب؟ فوائد جوزة الطيب رقم 1 بتدي نكهه للوايت صوص، ولكن الاكثار منها يؤدي للنعاس، خلي بالكم مشاكلها في ان هي لو كترنا منها بتخلي الواحد ينعس بعد الاكل، ولكن هي بتدي طعم للوايت صوص بالذات، وبتدي طعم حلو كمان للكوارع وللعكاوي والحاجات اللطيفه دي مع الحبهان، وعلى فكره جوزة الطيب من غير حبهان يتيمه، حطيتي جوزة الطيب يبقى لازم حبهان. يا حودة ازيك؟ كويس. لا كويس دي من غير نفس، ايه اللي كويس دي؟ قولي الحمد لله. الحمد لله. امرني يا حودة. عايز اعرف طريقه الكوكيز. طريقه عمل الكوكيز؟ الكوكيز عينيا، حاضر. عايزه بالشوفان، عايزه بالفواكه، شوكولاتة، بالشوكلت، قول لي عايزه ايه، بتحبه ايه يا حوده وانا اعمله لك. شوكولاته. شوكولاته يا شوكولاته، انت في سنه كام يا حوده؟ في سنه 5. وايه اللي طلعك من المدرسه بدري النهارده؟ انا كنت بطلع بس بدري، ما رحتش. ها ازعل منك، راحت عليك نومه. اه السبانخ فيها الصوص، شايفين الصوص ده كده حلو اهو، الله. هنعمل حوده ان شاء الله الاسبوع الجاي الكوكيز بالشوكولاته. اه شايفين السبانخ، الله. هنا بقى الكلام، السبانخ اهو،
خدكش وقت دابت في حلين، يا اما نحط للسبانخ دي صوص طماطم وانا بحبها مع الطماطم، ده اختياري. عايزين نخليها زي ما هي كده ماشي، الاختيار ليك. هي لغايه كده دلوقتي تتاكل نوعين، اخواننا الشوام بياكلوها نوع من انواع المقبلات زي ما هي كده، تتحط في طبق وتبرد وتحط عليها شويه دبس الرمان ورمان مفروط وتتقدم طبق مقبلات، او يتحط عليها سماء بصله بالسماء، ده المطبخ الشامي. عايزه تعملها بالطماطم دخلت على المطبخ المصري، خلي بالك. اهو هنحط لها شويه طماطم، بلاش معجون الطماطم. حلو قوي بقت يخنه السبانخ بالطماطم، الله عليك يا عم الشيخ. الابداع واحنا شغالين. الكسروله جاهزه، ناخدها كده. حضرنا السبانخ وحضرنا البشاميل ومعانا اللازانيا اللطيفة الجميلة. تعالوا مع بعض نعمل كسرولة لازانيا بالسبانخ. أول حاجة بحط بشاميل، أنا شغالين زي ما أنتوا حابين. أنا يلا آدي مخرجنا بيقول لي تطلع فاصل، فإحنا حابين إن إحنا نشوف الترتيب، بنطبق الشكل الثلاثي ده، لازانيا سبانخ بشاميل. أول حاجة حطيت بشاميل، أبدأ أحط اللازانيا أهي بالشكل ده كده. شفت ازاي؟ حلو قوي، حلوه الرصه دي. تمام، واجيب كده حاجه اللازانيا واحده اكسرها واحط في الاطراف. ومعانا ايه؟ معانا سبانخ، اللهم صل على النبي. بناخد من السبانخ دي يا عم الشيف ونحط مع اللازانيا. ممكن تكون السبانخ دي لحمه مفرومه اهي، شفتي نازله ميتها، ما تقلقيش. كل ده اللازانيا هتشربه، كل ده اللازانيا هتشربه. لان اللازانيا دي محتاجه لسائل تستوي فيه. حلو الكلام، اوزع اللازانيا كده، السبانخ كده على اللازانيا. حلو الكلام، تمام، عشان اللي يقطع شريحه من اللازانيا يلاقي ايه؟ سبانخ وبشاميل. حلو قوي. معانا جبنه، بحط قليل من الجبنه، الجبنه اختياري اللي انت حباها، شيدر، بارميجان، رومي، انا بحبها بصراحه بالجبنه الرومي. نحط تاني بقى اللازانيا، اللي نحطها التاني نحطها العكس، شفت بقى الشقاوه؟ هو ده. احنا كنا بنحط كده ايه بالطول، هنحطها كده بالعرض. حلو. ونحط يا عم الشيف شويه بشاميل. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. نشيل اللي وقع مننا ده كده. النظافه اهم حاجه. حلو، عشان الكسروله دي هنقدم اللازانيا فيها، حذار ان يكون فيها ايه؟ اطراف. حلو الكلام. هنعمل ايه دلوقتي تاني؟ هنرص شريحه من اللازانيا بالعرض كده اهو، ونحط السبانخ اللي باقي عندي. شفت ازاي اوزعها كده بالتساوي مع الصوص بتاعها؟ اللازانيا هنا عايمه ما بين الصوص بتاعها اللي هي استوت فيه اللي هي الطماطم، وما بين البشاميل زي ما انا شغال كده. لسه ما خلصتش بقيه اللازانيا عندي، بسقطها كده. اللهم صل على النبي. اهو كميه البشاميل اللي عندي بسقطها كده وادخل دي الفرن يا عم الشيف. بس لازم تغطيها يا امي، لازم تغطيها يا ست الكل، يا خالتي، يا عمتي، يا عروسه. ما تنفعش تحطها في الفرن زي ما هي كده، لازم دي تتغطى بورق زبده وورق فويل والاحكام جيدا في الغطا، كانك بتعملي ورقه لحمه. ركزي معايا عشان تاخدي صينيه لازانيا تبقى انت احسن واحده في العيله بتعملي اللازانيا على طريقه الشيف المغازي اهو، من غير ما تتسلق. معانا ورق زبده ومعانا ورق فويل، اهم حاجه لما تغطي حاجه لازم ورق زبده. اللهم صل على النبي. اهو الورقه دي حط عليها ورقه الفويل وكمان ورقة فويل كده، وتدخلها الفرن
فين مكانها في الفرن يا مخرجنا؟ تعالى مع بعض نشوف فين تتحط فين في الفرن. احنا معانا فراخ، خلي بالك الفرن بتاعنا عمران. نعم، انا خدت زي ما هي كده ونحطها في ارضيه الفرن ونقول لها ايه؟ مع السلامه يا بيضه. بص على الفراخ بقى ودلعها، تستاهل لازانيا، صينيه فراخ مشويه في الفرن. الوجبه بتاعتنا والغدا بتاعنا اتعمل بألف انا وشفا. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ولكن سامحوني اذا انا بجود كتير، بتكلم كتير في الحلقه، ولكن انا دوري ان انا ريموت الكنترول اللي في ايدك ده اول ما تيجي الساعه 1 على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه انصحك توديه في اخر مكان في الاوضه او في الغرفه او في الشقه، انسيه خالص، خبيه لغايه لما الحلقه بتاعتي تخلص، عشان في حاجات مهمه ومعلومه غير معلومه وبتفاصيل صغيره وبمقادير بسيطه جدا تقدري تعملي الوجبه بتاعتك. هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.